السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتواجد حاليا بمؤسسة مالي العرصاء أو مدرسة مالي العرصاء التابعة لمؤسسة سيدي موسى بن علي، ويتواجد معنا السيد رئيس جمعية الآباء اللي غيحدثنا عن الحالة المهترئة التي تعرفها المؤسسة وكيف يواجه الصعوبات والمشاكل في هذا الميدان. السلام عليكم. انا اللي كان نوضح من الخلوفي الحسن الى رئيس جمعيه الاباء واولياء التلاميذ في جماعه سيدي موسى بن علي، اللي كان نوضح من هذا المنبر، من هذه المؤسسه اللي في ضرار، اللي حنا جمعيه الاباء اللي كنجريو كنطوعوا وكنلقاو المعارضين الناس ديال الجماعه. مشينا طلبنا هذه الضوضان من عند سيد العامل، درنا لقاء مع سيد العامل واستقبلنا بأحسن استقبال ونفذ الطلب ديالنا، دوا مع المدير ديال التزهيز وقال لي أقرب وقت يكونوا لي دودان قدام المدارس. نهار اللي جينا هنا كاع المؤسسات داروا فيهم ثلاثة لي دودان، هنا في مول العرصاء جاء نائب الرئيس اللي واقف وكاين أعوان السلطة، وهذا الشيء أنا وضحت عيط السيد القائد قال لي ما يكون هو اللي كيتحكم فيهم، وحنا هذوك اللي دودان حنا اللي جمعيه الاباء حنا هما السبب ديالهم. الجماعه لا علاقه، والجماعه باش نقول لكم معارضه ديالكم ديال جماعه سيدي موسى بن علي، حيت السياره 10 سنين وهي محطوطه في الاعدادي، وبناتكم كيتعرضوا للاختطاف، كيتعرضوا بزاف الحوايج. والرئيس علاش ما كيحركش جوج دورات اللي عنده؟ والطوامين ما كتش ما عندهمش كيفاش يخلصوا الشيفور، وحنا الا جمعيه الاباء اللي مشينا حنا تطوعنا وغنتكلفوا بصيانه السياره، وافق لنا السيد العامل عطانا الموافقه ديال السياره، درنا مشينا عند المدير الاقليمي درنا واحد الالتزام، حطينا الوراق اللي طلب منا السيد المدير الاقليمي قال باش تحركوا السياره، ادينا لي داكشي اللي حطينا. قال لك اسيدي سيمانه ترجعوا عندي، نهار رجعنا سيمانه قال لك جا النائب، جا الرئيس ديال الجماعه اللي هو محمد قسوم، وكيحط واحد الشراكه واحد العارضه هنا اللي هما اللي غيتكلفوا بالشيفور وبالغازوار ديال السياره وبصيانه السياره. واش ثبت لهم هذه الجمعيه اللي هي جمعيه الاباء واولياء التلاميذ غادي تحرك هذه السياره وغادي تطوع ونخلصوا الشيفور باش نحيدوا بناتنا من هذه الحاله اللي كيضربوا 9 كيلومتر 10 12 كيلومتر باش يوصلوا للاعدادي. هذا لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم، هذه احنا ماشي ناس سياسيين. اذا بالنسبه المؤسسه الفرعيه اللي حنا في الصدى الاجتماعي ديالها، اشنو كتقول على هذه الحاله المعتريه ديال الداخل ديالها؟ هذه الحاله المعتريه اللي كنقول عليها، الدور هو اول هذا الدور ديال الجماعه. الجماعه ما كتعطينا لا تراكس، ما تعطينا لا كاميو، لا نظافه، لا احساس. رئيس من حنا انا نعاون الرئيس 10 سنين جوج دورات في الجماعه، بقى يدير واحد الزياره ديالو على هذه المؤسسات اللي في جامعه سيدي موسى بن علي، غير كينتظر شي مؤسسه، كينتظر رجل سياسي يمشي معاه لعين المكان. كان حنا 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 جمعيه الاباء لا علاقه سياسيه ولا دينيه، حنا تطوع خير منا الى ان حنا فينا في الدم فاعل جمعوي. انا رئيس لجمعيه الانوار للتنميه والتواصل على عماله المحمديه. اذا استاذي الكريم من خلال المفهوم ديالك كنعرف بان هناك دمج السياسه في المؤسسات التعليميه. حنا كيحسبونا هاد الناس، حنا كيحسبونا حنا جمعيه الاباء واولياء التلاميذ كيحسبونا كيصحبونا كنديروا لهم حمله انتخابيه، وكيحاربوا فينا اي حاجه حطينا شي طلب كيرفضوه لينا. ما كاين لا دعم، مشينا عند قلنا اللي عطينا تحيه العلم لرئيس الجماعه، رايه تحيه العلم جعبه اللي نديروها في المدارس قالك ما عندناش. اما ان هذا منكر، هذا انتم اللي مسؤولين، انتم اللي كتؤدوا اليمين يوم الجمعه، واحد الانسان كيكون صالح وهو ما صالحش. باش نقول لكم انا لا علاقه سياسيه، وانا ماشي كنقول لك انا ماشي الخو، ماشي واحد الخو من الله سبحانه وتعالى. انا كنوجه السيد العامل الجماعه ديال سيدي موسى بن علي فواحد الحاله فواحد الهشاشه، والرئيس لا يتكلف بالدور ديالو، ما كنشوفو خطره ب 15 يوم. المواطن كيعاني يا السيد العامل، اللي كنوجه لك من هذا المنبر التدخل ديالك على هاد الناس المواطنين وعلى بناتنا اللي كيضربوا 12 كيلومتر والسياره واقفه مده 10 سنين كتبوري، اما ان هذا منكر.
إذا شكرا سي حسن الخلوفي على هاد المعطيات اللي أعطيتي لنا. أيضا كنشكروا الساكنة اللي كانت كلها مجموعة اليوم بصدد هاد المشكل هذا، وكنتمنى من يعني هذه رسالة لجميع المسؤولين أنهم يقوموا بالواجب ديالهم وأنهم يحاولوا ما أمكن يحيدوا القبعات السياسية عند الدخول لمنظومة التربية والتعليم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.